الصفقات وكمية الصفقات اللي تم إبرامها خلال الأيام اللي فاتت، طبعا خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة استعدادا للانتقالات الشتوية. تعالوا نشوف مع بعض كل لاعب بقى أو كل صفقة تعاقد معاها القطبين في الميركاتو الصيفي كانت عاملة ازاي، يعني فادتهم ولا لأ، أثرت ولا لأ، نشوف مدى تأثيرهم أو الاستفادة منهم. وابتدي معاكم بصفقات نادي الزمالك. نبتدي بالزمالك واللي تعاقد مع أكتر من لاعب، خلينا نقول كده يعني بالترتيب يعني راندملي كده نفتكر مع بعض. نبتدي بكابتن الفريق الكابتن عمر جابر. عمر جابر طبعا تاريخ كبير وقوي جدا، ولاعب السي في بتاعه محترم وتقيل ودولي، وقادم من نادي بيراميدز ورجع مره تانية البيت ونادي الزمالك طبعا، او نقدر نقول كمان كان في فتره احتراف في النص وهي انتقاله من نادي الزمالك لنادي بازل السويسري وبعد كده نادي امريكي، وبعد كده انتقل من النادي الامريكي لفريق بيراميدز وبعدين رجع بيته نادي الزمالك. زي ما شفنا معاكم يعني انه طبعا لو عمر جابر بدايته مع نادي الزمالك وطبعا ناشئ وابن من ابناء نادي الزمالك، حتى الان لعب 7 مباريات من ساعه ما رجع مره تانية ما بين اساسي ما بين احتياطي منهم مباراتين في افريقيا، ولكن النتائج ايه؟ الحاصل ايه؟ ايه اللي حصل منذ رجوع او انضمام لنادي الزمالك؟ لم يسجل ولم يصنع اهداف حتى هذه اللحظه. مصطفى الزناري. مصطفى الزناري تاني لعب 11 مباراة ما بين أساسي ما بين احتياطي، 9 في مسابقة الدوري المصري الممتاز، 2 في إفريقيا، لم يسجل ولم يصنع أهداف. طيب المدرب فيريرا مش بيحطه في اختياراته الأساسية نهائيا، علامات استفهام. تعالوا نروح لعمرو السيسي ثالث لاعب، واحد من الصفقات المميزة واللي تعاقد معاها نادي الزمالك من طلائع الجيش، وتقريبا هو أبرز صفقة حتى الآن مع الفريق، ونقول آخر صفقة تم إبرامها قبل دقائق من إغلاق باب القيد الصيفي. لعب 11 مباراة في الدوري ودوري أبطال إفريقيا المرحلة التمهيدية طبعا ما بين أساسي واحتياطي، سجل هدفين وصنع هدف، وشارك في 7 انتصارات لنادي الزمالك بشكل إيجابي، وقيمته التسويقية بالمناسبة ارتفعت ل 450,000 دولار، يعني حوالي 12 مليون جنيه بعد مشاركاته مع نادي الزمالك في عدد المباريات وتألقه خلال الفترة الأخيرة. ده عمرو السيسي. أروح معاكم لمصطفى شلبي. مصطفى شلبي انضم لنادي الزمالك مع بداية الموسم مقابل 20 مليون جنيه بعد صراع مع النادي الأهلي، وتفاءل جمهور الزمالك بضم واحد من أفضل الأجنحة في الدوري المصري. هداف نادي إنبي الموسم اللي فات مع الزمالك، لعب لغاية دلوقتي 5 مباريات، سجل هدف وحيد وعمل أسيست واحد، وخرج من تشكيلة المدير الفني مستر فيريرا في أكتر من مباراة، ده غير طبعا أنه كان مصاب في فترات ما قبل المونديال. يمكن ده الهدف الوحيد اللي شايفينه مع حضراتكم اللاعب احرزه واحتفل بيه مع نادي الزمالك، وطبعا يعني كان نقدر نقول الفرحه الوحيده لمصطفى شلبي مع جماهير نادي الزمالك، وده بياكد انه لا اللعيبه لسه محتاجه وقت علشان تندمج، ولسه محتاجه وقت عشان تاخد الكيمياء ما بينها وما بين زمايلها، وده طبعا اسلوب او لغه او مهمه المدير الفني ان هو يصنع ده وبالتدريج علشان يكون الانسجام بيجي واحده واحده وبالتدريج علشان اللاعب ياخد الثقه ويقدر يهدف. سامسون أكينولا، والله شوية يقولوا سامسون شوية يقول لك سامسونج، يا جماعة اسمه سامسون أكينولا. سامسون أكينولا، سامسون أكينولا انضم في بداية الموسم في صفقة وصلت ل 900,000 دولار، وتفائل الكثيرين من محبي وعشاق نادي الزمالك ان هو هيكون صفقة مدوية وانه هيكون يعني مكنة اهداف. وليه بيقولوا كده؟ علشان الراجل كان محقق نتائج جيدة جدا مع الفريق طبعا اللي انتقل من خلاله لنادي الزمالك، وكان الهداف وكان محقق ارقام خيالية. على فكرة احنا مش بنحكم عليه من دلوقتي، ممكن على فكرة يسجل هدف ورا التاني بالتدريج تبقى الأمور معاه أفضل بكتير جدا. سامسون أكينولا لعب 8 مباريات منهم ماتشين بس أساسي،
سجل هدف واحد في مباراة سموحة، ودي كانت في أول الدوري خالص. دي الأرقام الخاصة بسامسون أكينولا خلال المباريات. كان في هجوم شديد عليه، كان في هجوم شديد عليه امتى؟ بعد المباراة الأخيرة، مباراة الداخلية أو نادي الزمالك أمام نادي الداخلية. الحقيقة إنه سامسون